مرة تزوجت وجاب لها الله وليد، يوم صار عقب فترة توفي زوجها عسى الله يغفر له ويرحمه. المرة هذه اللي هي لم حبت الولد حب ما يعلم فيه إلا الله. من حبها لهالولد رفضت الزواج نهائيا، قالوا لها أنت صغيرة والعمر قدامك، تزوجي وخلي في أحد من يرعاك ويرعى هالبزر. قالت مر للا، أنا ما أبي بحياتي إلا هالبزر، أبى ناظره طول حياتي، ما أبي عيني تبعد عنه. وفعلا ما تزوجت وكبر الولد، وهي معطته اللي يبي، يا دهينة لا تنكتين، امدلعته. يوم وصل عمره تقريبا 16-17 بدأ يروح ويجي، ولم هو بمرضية وده أنه 24 ساعة قدام عيونه، بس الولد صبر وعند روحه وأنا كبير. فألم من يطلع من الباب الولدين يرجع وهي إيده على قلبه. والهالولد هذا ما من ربع بالحيل، يعني الولد ذا شايفه رويحته، هما هو مدلع ومعطي اللي يبي، فصايرين اللي يقربون لأمه عشان مصلحة، يعني ياخذون منه، ها أمه تعطيها اللي يبي وهالولد ذا مدلع، فصايرين اللي يقربون واللي حوله بعضهم عشان مصلحة، وكل من انتهت مصلحته عطاه ظهره وراح. فهالولد ما يجدع وجهه هنا ويجدع وجهه هنا، وما من ربع بالحيل وما من اخوين واجد يعني، وشايف النفس حبتين. فيه اثنين قشران مهو بطيبين سرابيت، وهالولد هذا يتهيأ يروح معهم ويجي، وامه تدري انه بضحيان يروح معهم ودايم تقول لا تروح معهم، وش تبي فيهم، اتركهم، هذولا ما ينفعون، وهو حاطم بذنه عجين. المهم يوم من الايام هالاثنين ذولا، طبعا الاثنين ذولا ما من حرصن عليه بالحيل، مخذينه مصلحة ولا هو يعني عندهم انه درينج وما يعرف شيء. يوم من الايام قالوا يا فلان، قال ها، قالوا نبي نكشت، انت معنا ولا لا؟ قال الا معكم. قال ترى نبي ننام بالبر يومين ثلاثة ايام خمسة ايام اسبوع. قال ابد معكم. قال طيب امك تروح تقول له ولا؟ قال لا ولا اقول له ولا هم يحزنون، حين انا عمري 18-19 شاببت له اقول له انا. قال ورد سب ترى انا بنمشي هالحين. قال يلا انا معكم. ركب معهم مشوا ابعدوا بالحيل بالحيل بالحيل، وصلوا المكان اللي هم قاصدين ونزلوا قشهم، تعشوا ذيك الليلة، ناموا، قاموا باكر الصبح وهم يعني ماخذينه مصلحة أصلا، يعني ما بلعوه خلقه. فلما انه قال سلمه ولا شيء ردوا له 10، يعني على تبن يا ابن الحلال. ثم هو عند روحه لا قالوا شيء وعاندهم، ما ادري وش سووا، لا قالوا نبي نقعد بذا، قال لا ما نقعد بذا، نقعد بذاك يا ابن الحلال، خن لا ما ن... المهم هو وياه وشيله حط، هم وياه وشيله حط. اليوم الثاني آخر اليوم، ها يلا يلا ناموا، وناموا وهم تهاوشين. يوم صار من باتر نفس الحكاية. اليوم الثالث واحد منهم حامت سبده، مر يقوم يتعارفته وياه وضرب واحد منهم. قام الثاني قال له يبي يفكهم شوي، هذاك المدلع وينه عند روحه، قال له فبدأ يضرب حتى اللي يبي يفك، واخر والله لا اضربك والله بده يضرب، واللي يفك يعني وهو يفك ما يفك فكن على ما قال، يعني يضرب اللي مدلع قال له يبي يفك، كلهم ما يواطنونه اصلا ما بلعوه. فالمهم ما ادري وشو، لعله مدلع ضرب اللي يفكهم، مر يحتشون عليه كل الاثنين ويبدون الاثنين كلهم يضربونه ضرب، ولا بواحد يفكهم ولا بواحد على ما قال يبعدهم عن بعض. فبدوا يضربونه حيل ما يقوون، مر يطفى الولد مدلع طاح، مر يقفونهم وش جاوا ذا، هاي بدون يرجفونه، هاي ويحركونه، أثروا خرقه ما يتحرك، طبعا خشمه يخرخر دمان ووجهه دم، ضرب 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 يضربونه قبل الاثنين على واحد، وهالاثنين ذول يمكنهم أكبر منهم 3 سنين تقريبا، فوجهه كله دم وطايح من بالأرض. مرحى وش بذا، قال واحد منهم كنه مغمى عليه، ورحون يجيبون ماء ويصبون على وجهه ما تحرك. مرحى واحد منهم يحط اذنه على صدره يسمع ضربات قلبه شيء، مر يرفع راسه يقول فلان، ما اسمع صوت دقات قلب ولا شيء، ما جب ما مره ثانيه خلينا نشوف، مر يجيبون ما مره ثانيه ويكبون عليه ما تحرك الولد.
وتلفتون ما حولهم أحد. وش العلم؟ مري يقعدون عند راسه. قال واحد منهم غدي يا صالحي مغمى عليه يمكن نصبر. هذا الكلام الضحى. مري جاء العصر وهذا على طيحته. تلفتون فلان العلم ويش؟ قال بحال ننتظر شوي. مري جاء الليل وهذا على طيحته. قال الوضع مو طبيعي. اسحبوه مري يسحبونه ويحطونه يغبونه شوي ورا رمث. قال وش رايك وش اسوات؟ قال ما ادري بس ما حد يدري انه معنا ولا هو قايل لحد. قال لا يوم يمشي معنا قال اني ما قايل لامي شيء. ما حد يدري ولا حد شافنا يوم احنا طالعين. قال يعني وش قصدك؟ قال قصدي اللي مثل ما تفكر فيه انت. قال وش اللي افكر فيه؟ قال شوف يعني احنا ذبحنا الرجال ولا حد يدري انه طالع معنا وحنا بهالخلا. خل ندفنه بذا ولا حد نشاف ولا حد ندري. كانوا صاحي ولما الناس سألت عنه امه وبدوا يسألون الناس ودارية الشرطة انت صاحي؟ قال عاد حنا نزين هالشي ذا ونتفق بيناتنا ولمنك انت ما قلت شيء ما راح احد يدري. ما حد يدري الا انت وانا وهو. وان طاحوا بنا ذاك اليوم هي زي ما احنا نعترف هالحين. قال طيب بس. قال لا بس ولهم يحزنون. قم احفر قم. مر يقومون ويبدون يحفرون لين يدخلوا لهم تقريبا 3 متر ويجيبون هالولد ذا ويدفنونه ويغطونه ويضفون قشهم عميلهم ويغيرون مكانهم ويصلون مكان ثاني وينزلون قشهم ولا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار. لو يتهب منا سمعوا صوت هوا فزوا يوم قعدوا لهم 3 أيام 4 أيام 5 أيام ورجعنا وشوي. قالوا خلاص اتفقنا على كل شيء حتى اللي اتفقنا عليه رددناه لمدة 5 أيام ذي كلها عشان ما حد منا ينسى شيء. لا شفناه ولا هم يحزنون. أنت رحت لكذا ورحت لكذا ورحت لكذا وأنا رحت لكذا وكذا وكذا. حفظنا الكلام يا فلان. تكفى لا تزل. تراذيبها رقاب. قال لها ما عليك خلاص أنا حفظت كامل بس أنت لا تنسى شيء. قال ما عليك. رجعوا للديرة. يوم رجعوا أثر الديرة مختبة كلها. ألم تدور هالولد ولا هنا أحد ما راح تسأله. مر يجون ذولا. مر تجي لأمهم ألم تركب. وين ولدي؟ قالوا فلان. قالتي كمان وش بو شيء؟ قالت وش اللي بو شيء؟ أنا من حيني أقول لفلان من حيني أقول لي ما شيكم طلعوا لي ولدي. وين وديت ولدي؟ قال بنت الحلال اذكري الله. وش اللي من حيننا احنا ترى ما منحرص عليها الله يصلح بس انه هو يعني وده يروح معنا ويتشيخ ما ندري ابا احنا رحنا لكذا ورحنا لكذا ورحنا لكذا. قالت اقول طلع ولدي معكم. قالوا اقول انزلعي يا هالعجل تبلينا بعد يلا بذاك يلا طيحين ولد السجين تلاحقينا. راحوا وخلوا يومين 3 أيام ألم ماش. هالولد تأخر وصل 10 أيام. هالولد مختفي. بلغت الشرطة. جوا الشرطة يبحثون بدوا يحققون مع كل الناس. أخذوا ذولا الاثنين الشرطة من ضمن التحقيقات بدوا يحققون معهم. حققوا معهم الشرطة عزلوهم عن بعض. قال اثنانهم مني أنا شاكت بذولا. عزلوهم حققوا معهم مرة مرتين 3. حافظين الدرس صح. طلعوا من الشرطة. قالوا الشرطة ذولا ما لهم دخل. استمروا بالتحقيقات. شهر شهرين 3 شهور 2 سنين 3 سنين 4 سنين لا حس ولا خبر.
عشر سنين هذولا الاثنين تزوجوا وعيلوا توظفوا، راحت سنين، راح 18 سنة من قوة القلب. والأميمة ما يعلم بحالها إلا الله، لا ليلة ليل ولا نهار نهار، نول الشوكة تخليها ما تنام، ما بالك إنه الولد ما تدري وينه، ما تدري هو ميت هو حي هو جوعان. يوم صار عقب 18 سنة تفرقوا طبعا ذولا الاثنين، كل واحد منهم بديره. يوم من الأيام واحد منهم تقل تهاوش واحد من زملائه بالدوام، صار بينهم سالفة يعني. المهم هذاك لا تقرب حولي، وإذا لا تقرب حولي قال له ترك لا قربت حولي والله العظيم إني لا أذبحك، وهذا ما أدري إيش يقول له. تلاقطوا بيناتهم هوشة عادية. المهم يقومون زملائهم يفكونهم، أذكر الله يا ابن الحلال. المهم خوينا ذا وزميله بالدوام ماش بدوا يتعرفتون ما بيناتهم، وكل يوم إن على مقال هذا يجدع سلمة على ذا وهذا يجدع سلمة على ذا، كل ما داومه. المهم يوم من الأيام هم واقفين بالدرج هذا ورفيقنا الأول، ما أدري وش قال له، قال له سلمة حرشة، وإذا رد عليه ما يجي ذا رفيقنا ويدفه كذا مع الدرج، هذاك تخرفع كذا ما يطيح على راسه مع حافة الدرج. ويجون العالم زملائهم بالدوام يخرخر دم راسه ويشلونه ودونه للإسعاف. يوم وصل المستشفى قالوا ميت، قال هذا والله اني ما نويت اذبحه، هو اللي غلط علي ودفيته دفته بسيطه. قالوا دفيته دفته بسيطه، ما دفيته انت ذبحت الرجال. قال يا جماعه اذكر والله انا عندي عيال، رجال سبير بالعمر، يعني وش اللي ذبحت ما ذبحت؟ بعدين ما طعنته بسكين انا ولا رميته؟ هو اسألوا كل ربعنا بالدوام دائما هو يجدع علي كلام، هو دائما يغلط علي. قالوا يغلط عليك اغلط عليه، تعال اشتكوا بس ما تذبحوا. قالوا يا جماعه انا ما ذبحت، انا دفيته دفته بس هو تخرفع بالدرج وطاح. قالوا تخرفع ما تخرفع، انت اللي ذبحته، انتهى الكلام. ضفوها الشرطه ودوا للسجن. توسط يا ابن الحلال عند أهل الميت، أغديكم أغديكم، قالوا ما نبي إلا راسه، مثل ما ذبح ولدنا نبي نذبحه. يا ولد ود جب، قالوا مرة نبي راسه. ماري حكم عليها الشيخ قصاص، موعده بكرة. قال يا شيخ بس وقف وقف يا شيخ، أنا عندي شيء يا شيخ، وببري ذمتي منه، وادري هو اللي خلاني اقف قدامك الحين بهالقضيه اللي عندك، لكن ما دام قصاصي باتر انا بقول لكم شيء يا شيخ. قال وش عندك؟ قال ابي دوريه اطلع انا وياه المكان واعلمكم وش عندي. قال لا ما انت طالع المكان. قال يا شيخ خلي الدوريه معي، هذا الشيء يعلم الله انه شيء كبير. قال الشيخ طيب، طلع معه دورية الشيخ. قال روحوا للديرة الفلانية. راحوا لين ما وصلوا الديرة، قالوا طيب الحين وصلنا. قال روحوا للمكان الفلاني. ما يروحون للمكان الفلاني، ما وصلوا اثروا مبنى. قال وش فيه؟ قال انزلوا خلنا ننزل. نزلون ما ينزلون ويدخلون المبنى ويرقون فوق، اثر فيه مكاتب. ما يفتح اول مكتب، طبعا يدينهم كلبشات، مر يفتح اول مكتب، قال وين فلان؟ قال اول مكتب فلاني. مر يجي يروح ويفتح اثر هذا رفيته الاول ذاك اللي قبل 18 سنة. رفيقه يوم شافهم كلبش ومعها العساكر مر يفز، قال وش السالفة ايش فيه؟ قال امسكوه، هذا ذبح واحد انا وياه قبل 18 سنة، امسكوه. قال يا تبي تبلان، انا ما ذبحت احد. ضفوها الشرطه دخلوه على التحقيقات. هذاك كب كل شيء، قال كل شيء. قال روحوا للمكان الفلاني واحفروا بالمكان الفلاني، تبي تلقون جثته بذاك، هذا اللي لقيته وعظامته. راحوا فعلا واحفروا وطلعوا بعد التحليل، وما التحليل طلع فعلا اثر جثه الولد هذا صغير.
هذاك اللي دف ذاك مع الدرج الثاني اذبح، لأنه عنده يعني قصاص. بقى هذا خلاص ركبت عليه، قالوا فيه أمه أنا سمحت لك، طاع عنك الحق الخاص ولا قصيناك. قال أمه حية؟ قالوا إيه. طبعا أمه حية وهي ميتة، طبعا صارت عمية من كثر الصياح، 18 سنة وهي ما تدري وين ولدها، تفز مع كل قولة جاء، وبعض الأيام تقول ميت، وبعض الأيام تقول لها بتجي باتر. ذاقت المر، تمنت الموت، كل سنة تتمنى الموت. شبعت صياح لين انعمن عيونه، إنها الدحيلة ما تدري ولدها حي ولا ميت. مريجونة قالوا بشرت لقينا اللي ذابحين ولدت. قالت ولا ولدي مذبوح؟ قالوا وي. قالوا طيب، واحد من اللي ذبح ولدك عليه قضية ثانية قصاص وذبح، لكن بقى واحد، بقى واحد يطلب من الله ثم انت ان تسمحي له، انه عنده عيال ورجال سبيل. كانت عنده عيال ويطلب العذر من والسماحة من؟ والله لو اقدر اني اكله بسنوني لين يموت اني لا اسويها. يا بجاحته يطلب منا العذر، يذبح وبشوفه قدامي وهو يذبح. قالوا هين اشوف ما انت بشايفته، لكن عادي تحضرين تكونين من ضمن الحاضرين. حكموا عليه بالقصاص، كانت موجوده ما هي بتشوف. وذبح، شوفوا سبحان الله ان الدم ما يضيع.